كريم الساحر اللي هو يعني كلكم استخدموه وبأمان جدا لأن كل مكوناته طبيعية. ايه صباح الخير يا حلوين. طبعا زي ما انتوا شفتوا خناقة ما بين قنوات بتنصح البنات انها تستخدم الامواس او الشفرات الحريمي، وقنوات تانية بتنصح البنات انها تستخدم الشفرات الرجالي وبتقول انها افضل. ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده طريقة استخدام الشفرات واني شفرات احسن وايه الطريقة اللي تستخدميها وجلدك ما يعملش جلد وزة وتشيلي الشعر بمنتهى السهولة، لحد طبعا ايه ربنا ما يسهل للبنات كده وكل البنات تعمل ليزر ازاله شعر وتستريح من مشكله ازاله الشعر. لو انت اول مره بتشوفيني تنوريني وتشتركي في القناه، ويلا بينا نبدا الفيديو. باذن الله هنتكلم على طرق ازاله الشعر. انا عملت كذا فيديو عن طرق ازاله الشعر. اسهل طريقه واسرع طريقه يا بنات هي استخدام الشفرات الحلاقه. طيب نستخدم شفرات الحلاقه، احنا عندنا ثلاث انواع من شفرات الحلاقه. شفرات الحلاقه دي وموجوده في كل الصيدليات اسمها فينوس، لكن طبعا هي سعرها غالي. يعني دي كانت ب 100 جنيه بتتباع في علبه كده، ومعاها اللي هي الروز دي انت بتغيريها، يعني انت الروز دي زي ما انتم شايفين هي بيتضغط عليها من هنا كده، الروز دي بتتخلع وبنبدا نحط لها الروز الثانيه دي اللي هي ايه، هي اسمها هي فينوس، بنحط الروز الثانيه فهي بتتباع مثلا معاها راس او راسين او ثلاثه على حسب سعرها. طبعا دي كانت ب 100 جنيه كنت جايباها من هايبر روان الشيخ زايد، طبعا قبل الاسعار ما تغلى، دلوقتي طبعا سعرها غلي وفي انواع ثانيه ب 150 وب 200 وب 250. فطبعا عشان حد في ثانويه عامه ولا في جامعه ولا لسه بتشتغل بقول لها روحي هاتي دي، ودي هتستخدم تقريبا يعني لمده 3 اسابيع او شهر وتغيري الراس بتاعتها وتستخدميها مره ثانيه. طب انا جبتها واستخدمتها وللاسف ندمت عليها، ودي من الحاجات اللي مش هرجع اكررها تاني ومش هجيبها تاني، لان مع ازاله الشعر بتشيلي شعره او شعرتين لا، ومتعبه جدا في الاستخدام. فدي نصيحتي ليكوا للناس اللي بتحب يعني تتفرج على دقيقه او دقيقتين من الفيديو وتخرج، اللي دي ما تشتريهاش، والافضل انك تشتري اللي هنشرح بيه بنفس الطريقه اللي هنقولها في باقي الفيديو. انا بعد كده جبت دول ديت اللي هي الاثنين على فكره جيلت، هم يعني الشركه كلها واحده، هي شركه جيلت بس هي الحريمي سميتهم فينوس والرجالي مسمياهم جيلت عادي. انا عندي الاثنين دول زي ما انتوا شايفين اهو مكتوب عليهم الاثنين جيلت، يعني زي ما انتوا شايفين اهو الاثنين مكتوب عليهم جيلت، دي بينك ودي زرقاء، دي الرجالي ودي الحريمي، بيتباعوا في كيس زي ده كده. ادي الكيس حضرتك ده موجود في الصيدليات، موجود في هايبر ماركت وكارفور، افضل ان انت تجيبيهم من هايبر او من كارفور. يعني هنا مثلا مكتوب ايه 10 بلس 4، فهم بيبقوا ايه زي عرض كده متباعين، عايزه تجيبي اقل، عايزه ممكن مثلا ايه 4 و2، يعني حسب ما انت ايه عايزه تجيبي. تقريبا الامواس دي ممكن تستخدميها لمده شهر، يعني الواحده مثلا انت بتعملي ازاله شعر مره في الاسبوع او مره كل 5 ايام، هتقعدي مستخدماها شهر وترميها وترجعي تستخدمي واحده تانية. سواء البينك دي او سواء الزرقاء دي رائعين وبيأدوا الغرض وحلوين جدا، والكيس ده كله تقريبا ب50 جنيه، يعني تقريبا هيقضيكي طول السنه ومفيش اي مشكله. يعني سواء بابا بيجيب منها تاخدي منه، بيجيب بقى وانا وبابا واخويا وكلنا نستخدمها. بالنسبة بقى للبنات اللي عايزة تعرف طريقة الاستخدام اللي ما تطلعليش جلد وزة او ما تعمليش مشاكل والتهابات في البشرة، ركزي بقى ايه ناسية تعمل ايه لايك. انا عايزة اقول بقى فكرة للبنانيت الحلوة، طبعا انتوا عارفين العلبة دي اللي احنا بنجيبها وبيبقى فيها الشيبسي يعني والبطاطس المحمرة اللي احنا بناكلها، انا هنا زي رشيتها سبراي فضي كده ولزقت عليها النجوم دي، وانا عاملاها ايه حاطة فيها، بصوا حاطة فيها ايه الامواس، فشكلها لطيف كده في اوضتي او في الحمام بيبقى شكلها ايه حلو قوي. طبعا انا كمان حاطه فيها النوعيه دي اللي ممكن نستخدمها للوجه، وشرحت فيديو قبل كده يا ريت تشوفوه. بس بصراحه انا بفضل دول، يعني دول انا بستخدمهم لجسمي لوشي لاي حاجه، وخصوصا ان
البنات اللي هتعمل ليزر بعد جلسات ليزر ازاله شعر، الطريقه الوحيده اللي هتزيلي بيها الشعر انك تستخدمي الامواس، فلا يمكن هتستخدمي فتله او هتستخدمي سويت او واكس او براون سلكابيل اي حاجه الا الناس اللي عامله ليزر هي بس ايه الامواس دي، لانك لو رجعتي تشيلي الشعر من الجذور تاني نتيجه جلسات الليزر هتضيع على الارض ويبقى ضيعنا فلوسنا ووقتنا على الارض وهيرجع الشعر يطلع تاني. حضرتك بنصحها للبنات في طريقه استخدام الشفرات ان حضرتك لازم تعقمي الشفره قبل ما تستخدميها، يعني انا جايباها جديده اهي اول مره هستخدمها، طيب هحطها كده مثلا مج كده في التواليت وهرجع اجي استخدمها تاني، لازم هنرشها كده بالكحول، لازم هنروح ايه رشين بالكحول عشان نعمل لها تطهير، هرشها كده الكحول هيطير وبعد كده ابدا ايه استخدمها سواء لوشي سواء ايه سواء لجسمي. طب هستخدم مع اتجاه نمو الشعر ولا عكس اتجاه نمو الشعر؟ يعني اعتقد يا بنات ان الاتنين واحد، لكن ايه انا لما هستخدم كده يعني انا ايه اول حاجة هعمل كده، لو عايزة ترجعي الناحية التانية هترجعي كده، العكس اتجاه دي بتدي نعومة زيادة، واخدين بالكم؟ يعني احنا اول مرة هنعمل كده عشان البنات اللي عايزه تعرف الطريقه، وبعد كده تاني مره هنعمل كده وخلاص، مش هعمل 10 مرات، مش هعمل 5 مرات، مش هفضل مش هتك، مش هعمل جامد ولا هتعمل اي مشكله. واللي هيسهل الموضوع ده بقى ايه؟ ان حضرتك يا اما تستخدمي الشاور جيل او الخلطه اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، الخلطه دي عباره عن ايه؟ انا جبت دي كان فيها صبغه كده قديمه وانا ايه استخدمتها، حطيت من الشاور جيل مثلا ايه نصها كده، وبعدين حطيت كمان ايه 10 نقط من زيت الاطفال كلين طبعا ايه عارفينه، ورجتها كده، ولما باجي بستخدمها بروح حطها فبتديني نفس تاثير البلسم. طبعا بما ان يعني البلسم بقى سعره غالي دلوقتي فمش هينفع اننا ايه نحط على جسمنا ايه بلسم، كفايه نحطه على شعرنا، فالطريقه اللي حلوه قوي اللي بتعمل تنعيم وترطيب في نفس الوقت وازاله شعر بمنتهى السهوله ان حضرتك هتحطي الشاور جل كده، وبعد كده هنحط عليه من زيت الاطفال 10 نقط او 15 نقطة ونرج الخليط كده هيتحول زي البلسم ونبدأ ان احنا نحطه على جسمنا قبل ازالة الشعر. اللي بتسأل طب هنعمل ازالة الشعر كل قد ايه ياسمين؟ يعني مثلا كل 5 ايام. طب البنات اللي بتقولي انا بعمل النهاردة وبكرة او بعده الشعر بيطلع، ما طبيعي يا بنات الشعر بيطلع خصوصا في منطقة البيكيني والاندر ارم الشعر بيكون جامد قوي فبيطلع، حضرتك اعملي الوسيلة دي بطريقة مؤقتة لحد ما تقدري ان انت تعملي ليزر. طبعا البنات اللي مجربة السويت او الشيرة او الشمع ومريحة خلاص تمام اوكي كملي في طريقك وكملي دي في طريقة اللي هي الندف دي طالما هي مريحاكي، انا بتكلم على البنات اللي ما بتقدرش تستخدم الشمع او انها السويت بيعمل لها مشاكل، فانا بقول لها طريقة سهلة لحد ما تقدر انها تعمل ايه تعمل ليزر. طب ايه الخطوة التانية اللي حضرتك انا دلوقتي زلت الشعر طول ما انتوا هتعمليه في الحمام بالميه بالشاور لا يمكن بيعمل التهابات، وبرده بعد ما تعملي ممكن تدهني كريم مرطب، هجيب لك كريم المرطب، اي كريم مرطب متاح عندكم يا جماعه للجسم، يعني في ده وفي نيفيا وفي دوف، يعني اي كريم مرطب ادهنيه على جسمك. طب المناطق الحساسه بقى اللي بيحصل فيها مشكله، يعني مثلا الاندر ارم البيكيني اللي بيحصل فيها مشكله، اهم كريمات انصح بيها كل بنت، وطبعا انا سالت الدكتوره ساره وهي اللي قالت لي عليها، طبعا اول حاجه الجراميسين، الجراميسين ما فيهوش اي حاجه، ولما بتدهنيه ولا بيطلع لك بقى رؤوس بيضه ولا اي حاجه، ادهنيه كده بعد ما تعملي ممكن تاني يوم مش هيبقى فيه اي حاجه. برده كمان عندنا البيتا ديرم، الناس بقى اللي بشرتها حساسه وبتلتهب وبتهرش جامد ادهني البيتا ديرم، حتى لو البيتا ديرم فيه كورتيزون احنا بنقول هندهن مره واحده فقط، انا ايه انا مش مسؤوله عن البنات اللي بتتفرج على دقيقه او دقيقتين من الفيديو وتطلع وبعد كده تعمل الحاجه غلط، انا مش مسؤوله، انا مسؤوله عن اللي بتتفرج على الفيديو كله وبتستفيد من المعلومات اللي فيه وبتنفذها زي ما هي زي ما انا بعمل وزي ما بعلم بنتي.
فالبيتا ديرما حتى لو في كورتيزون احنا بنقول مره واحده بس. طب الناس اللي بتخاف من الحاجات اللي فيها كورتيزون وحاجات كده، هقول لك بقى على الكريم الساحر اللي هو يعني كلكم استخدموه وبامان جدا، لان كل مكوناته طبيعيه. ايه هو الكريم ده؟ مين لسه ما عملتش لايك وتكتب تعليق حلو لياسمينه؟ صدقوني يا بنات الفيديو مهم جدا، خصوصا للبنات المراهقه اللي معلومات كتير مش بتبقى عارفاها، وممكن تكون يعني ايه ماما مكسوفه تكلمنا ولا حاجه. اتفرجي عليا وانا من عينيا ارد على كل اسئلتكم واقول لكم على كل حاجه انا عارفاها وبعلمها لبنوتي. الكريم الجميل بقى اللي هو ميبو، معظمنا في بيوتنا عندنا الميبو ده. الميبو هو كريم للحروق، لكن لان مكوناته كلها طبيعيه، انت لما هتقري النشره بتاعته هتلاقيه عباره عن زيت سمسم وشمع العسل، فهو مكوناته طبيعيه جدا. ممكن بعد ما تعملي تدهني الاندر ارم والبيكيني، وعلى فكره لان في زيت سمسم مع تكرار الاستخدام بيفتح وبيبقى حلو قوي، خصوصا لما تعملي جلسات الليزر، وده اساسي ان احنا بندهن بعد جلسات الليزر بتبقى نتيجته حلوة جدا. المهمة اللي دايما بخليها في اخر الفيديو عشان البنانيت الحلوين اللي بيتفرجوا عليا والعرايس لحد اخر الفيديو، اللي عايزة برضو تعمل روتين لتفتيح الجسم كده، بعد ما بنعمل ازالة الشعر قلنا بندهن زيت ثمرة الورد. هو زيت لونه بينك كده، بيعمل على تفتيح كده المناطق الحساسة بصورة طبيعية. للناس اللي مش عايزة تعمل ايه تقشير، او في الدول بتاعتها ما فيهاش تقشير، كل الروتين ده يا بنات لازم بنستخدمه لمدة شهور عشان يجيب نتيجة، لان دايما الوصفات الطبيعية بتاخد فترة كبيرة عشان تجيب نتيجة. وشوفي فيديوهات اللي انا عملتها عن روتين العناية بالجسم والحمام المغربي. وشكرا ليكم، لايك وشير وسبسكرايب.